كان المؤمل أن تحضر الحكومة إلى البرلمان للاستماع إلى ملاحظة الأعضاء حول بعض الإشكاليات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن حضورها تعذر لينوبها وزيرا الداخلية والمالية اللذين استمعا إلى التقرير الخاص بأزمة الوقود وأسبابها. يوضح عجز الحكومة في معالجة هذه الاختلالات في قطاع المشتقات النفطية وقطاع الكهرباء. إذا كان الدعم لقطاع الكهرباء يبلغ في عام 2013 252.7 مليار ريال من إجمالي 583 دعم المشتقات الكلية في عام 2013 وبما يعادل 43% من إجمالي الدعم، أولا نعالج الاختلال في هذه القطاعات وبعدين نجي نتحدث عن مواضيع أخرى. أعضاء المجلس أكدوا أن التقرير الذي عرض على المجلس من اللجنة الخاصة بدراسة أسباب أزمة الوقود لم يكن كافيا لإيضاح الأسباب كافة. استمعنا اليوم إلى التقرير الخاص بأزمة المشتقات النفطية، وللأسف التقرير لم يشخص المشكلة كاملة ولم يأتي بالحلول ولم يحدد المسؤولية التي يجب أن يتحملها الأجهزة التنفيذية في وزارة النفط أو شركة النفط أو الأجهزة الأمنية المعنية بوصول هذه المشتقات إلى المواطنين. استمعنا من وزير المالية إلى بدائل وضعت أمام الحكومة، كان أكسى هذه البدائل هو دراسة رفع المشتقات النفطية. هكذا كانت ردود الأعضاء حول الأزمات التي يعانيها المواطن، محملين الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع البلاد، في حين انتقد البعض تبريرات وزير المالية بشأن أزمة الوقود التي زعم أن حلها يكمن في رفع الدعم عنها، وهو ما قوبل باعتراض الأعضاء كافة. موضوع التيزل قام وزير المالية يتحدث ويتكلم عن المشاكل واقترح تحرير المشتقات النفطية تحريرا كاملا، وتفاجأ أعضاء المجلس بهذا الطرح، بينما الحكومة لديها عليها التزامات سابقة وأنها ستوفر هذه المادة لأنها رفعت التيزل 100%، بينما الحكومة السابقة رفعت يعني من 7 ريال إلى 50 ريال خلال 15 سنة، وجاءت الحكومة الحالية ورفعت في سنة واحدة 100%. المجلس شهد جدلا واسعا وردودا منفعلة من قبل البعض حول ما يشهده اليمن من اختلالات أمنية واقتصادية ومعاناة أثقلت كاهل المواطن الذي لم يعد يعي ما الذي يريد وعما يبحث ومن يطالب بتوفير احتياجاته، فيما البعض اقترح تشكيل لجنة حكومية برلمانية لوضع خطة لمعالجة أبرز الإشكاليات التي تعاني منها البلاد ويتحمل مسؤوليتها الجميع. يحيى الهادي، اليمن اليوم، صنعاء.